ولكنني أود أيضا أن أتحدث في هذا المساء عن سوريا الحبيبة. هنالك دماء زكية تسفك هناك، هنالك أناس أبرياء يقتلون هناك، هنالك عنف ودمار واستهداف للدولة ومؤسساتها وشعبها وإنسانها. إنما يحدث في سوريا اليوم يجعلنا نشعر بالألم والحزن على كل قطرة دم تسيل هناك. نحن من خلال هذه الصلاة ومن خلال هذا القداس وهذه الذبيحة وهذا الدعاء الذي رفعناه وسنرفعه أيضا بعد قليل، نحن نصلي من أجل سوريا لكي يتوقف العنف فيها ولكي ينعم شعبنا هناك بالأمن والأمان والسلام. ما تتعرض له سوريا اليوم هي مؤامرة خطيرة تستهدف كل مكونات الدولة السورية، ولذلك فإنه من واجبنا أن نصلي من أجل سوريا، من واجبنا أن ندافع عن سوريا، من واجبنا أن نصلي من أجلها وأن نتضامن معها. نحن متضامنون مع أسر الشهداء، مع الجرحى، مع المصابين، مع المتألمين، مع المظلومين من كل أبناء الشعب السوري. نحن ندعو ونتمنى بأن تتجاوز سوريا هذه المحنة، أن تتجاوزها بأسرع ما يمكن حقنا للدماء، أن تتجاوزها لكي يعود إليها الأمن، لكي يعود إليها السلام. نحن نحب سوريا، نحن نحب سوريا، نحن في فلسطين. بولس الرسول انطلق من القدس إلى أنطاكيا وحصل معه التحول الكبير في دمشق. الكنيسة الأولى تأسست في القدس، ولكن في أنطاكيا سمي المسيحيون مسيحيين للمرة الأولى كما يقول سفر أعمال الرسل. ولذلك فإن هنالك توأمة روحية بين القدس ودمشق وأنطاكيا. القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان، فجرح القدس هو جرح دمشق، كما أن جراح دمشق هي جراحنا جميعا، لأننا نحب سوريا، نحبها نحبها. أنا أقول هذا الكلام من الأعماق، ونحن نتمنى بأن يتوقف هذا التخريب وهذا الإرهاب وهذا العنف الذي قتل الآلاف
ناهيك عن الدمار، ناهيك عن الترحيل، ناهيك عن المشاهد المروعة التي نلحظها في كل يوم وفي كل ساعة. ولذلك فأنا أتمنى من أبونا العزيز أن ينقل للكنيسة الأنطاكية الشقيقة، أن ينقل لغبطة البطريرك وللسادة المطارنة وللآباء ولأبناء الكنيسة في سوريا أن تنقلوا إليهم تضامن كنيسة القدس ببطريركها ومطارنتها وكهنتها وشعبها، لا بل أجسر على القول تضامن كل الشعب في فلسطين مسيحيين ومسلمين، كلنا متضامنون وكلنا نتمنى أن تفشل هذه المؤامرة وأن تنتهي هذه المحنة التي ألمت بسوريا وألمت بنا كلنا، كلنا نعاني مما يحدث. عندما تظلم فلسطين كلنا فلسطينيون، وعندما تستهدف سوريا كلنا سوريون. ولذلك أيها الأحباء، نحن مع سوريا، واللي مش عاجبه هذا الكلام يروح يدور على شيء ثاني. نحن مع سوريا وسنبقى مع سوريا وسنبقى متضامنين مع سوريا، مطالبين بأن نتوقف العنف. نحن نرفض العنف بكافة أشكاله وألوانه، لأن ديننا يعلمنا بأن حياة الإنسان مقدسة، الإنسان حياته مقدسة ويجب أن تصان، ومن يعتدي على الإنسان إنما يعتدي على الكرامة الإلهية وعلى الكرامة الإنسانية. وإن شاء الله قريبا نلتقي، وقد عاد إلى سوريا ألقها ومجدها وأمنها وأمانها وسلامها، لكي نذهب إلى دمشق، لكي نذهب إلى حلب، لكي نذهب إلى حماة وإلى حمص، لكي نذهب إلى سوريا ونحتفل مع شعبها الأبي بالانتصار على هذه المؤامرة وبعودة الأمن والأمان إليها. نصلي ونرفع الدعاء من أجل كل الشهداء، ومنهم أبونا باسيليوس. نصلي من أجل كل الجرحى، نصلي من أجل الأمهات والآباء الثكالى، نصلي من أجل كل إنسان محزون في سوريا وفي غير سوريا.